مساء الخير. تنتمي ضيفتنا إلى فئة من الممثلين لا ترى الفن ترفاً أو مجرد وسيلة للشهرة والتكسب. منذ بداياتها اختارت المشاركة في نوعية من الأعمال المسرحية والسينمائية والتلفزيونية والإذاعية الحاملة لهموم الناس والمعبر عنهم وعن آلامهم وآمالهم، وعملت مع مبدعين لا يسيرون أو يجاملون على حساب العمل الإبداعي ومضامينه الإنسانية والجمالية. موهبتها كرستها ممثلة بارعة، ووعيها حصنها دون الوقوع في فخ النجومية والانتشار كيفما اتفق. شاركت وقدمت أعمالاً ناجحة في المسرح والسينما والتلفزيون، ومؤخراً استقطبت رواد الميديا الحديثة من خلال عملها النقدي الساخر مغامرات ست نجاح، الذي حقق نسباً قياسية من المشاهدة على اليوتيوب. بيت القصيد، بيت المبدعين العرب، يرحب بالفنانة والممثلة المتميزة السيدة عايدة صبرا. أهلاً وسهلاً بحضرتك. أهلاً فيك وشكراً. شكراً ست كتير. نجاح، يبدو هالاسم، يعني اسم الست نجاح، وجهه خير عليكي. صح، يعني الحمد لله. رغم أنه عمتي نجاح من سنين، يعني أول مرة تقدم بالتلفزيون، أول ما تقدم. نعم. بحلوانجي يا إسماعيل. نعم. مع الأستاذ أحمد قعبور. نعم. شو سر الست نجاح برأيك؟ يعني هل هو شبهها بالناس؟ بتحكي مثلنا؟ بتحكي همومنا؟ لماذا هذه الشخصية حبوها الناس لهالدرجة؟ صحيح، هي لأنه شخصية كتير طبيعية بتشبه الناس، هي بتحس بالناس، وهي حاملة همومهم وشو بيتمنوا وشو بحبوا يكونوا بهالحياة. عشان هيك أخذت تقدير كتير عند الناس، شافوا حالهم فيها. يعني حتى من بعد ما خلصنا البرنامج أنه كل سنة بيسألوني وين ست نجاح، وين ست نجاح، وين ست نجاح. بقى يمكن تقديراً لهالشي، وأنا بقول إنه هالشخصية لازم تضل موجودة. رح نحكي عن الشخصية وعن أعمالك. نعم. التاني خصوصاً إنه الشخصية يعني تقدمت بالتلفزيون، تقدمت على المسرح، اليوم عم تقدم على يعني وسائل التواصل والمواقع. نعم. الإلكترونية. فبس خلينا بالأول نشوفك بريبورتاج بعنوان علامة فارقة. أنا عايدة صبرا، ممثلة، مخرجة ومدربة. أحلى شيء عندنا بالبلد هون، يعني كيف الواحد هيك بيقطع طريق، يعني بيرقص رقص العادة. أحلى رقصة هلا كيف عم نقطع الطريق. شفتوا مع أحلاها؟ ما تخليت عن مهنة المتاعب لأنه هيدا شغف. من الأول من الآخر، ولو بدي أرجع عيد حياتي مهنتي وحب الكبير. يعني هلأ حان وقت الراحة، في جنينة هونيك أنا رايحة ارتاح فيها، يعني بيريح الواحد بعد كل هالرقص والنطنطة. بالحرب كان أهون أنه الواحد يلاقي فرص عمل، هلأ المهنة صارت متعبة كتير والفرص قليلة، نظراً لدخول ناس ما لهم علاقة بالتمثيل. صار مين ما كان، يعني بعد ناقص أمي ما مثلت مثلاً. أي ما أحلى هالجنينة، هيك جنينة صغيرة هيك مضبوبة على بعضها. تركت التمثيل بس هاجرت على كندا بالتسعين، كان بدي وقت بس حتى أعرف كيف بتصير القصص هونيك، كيف الواحد بصير يفتش على شغل وهيك. بهالفترة علمت رقص بمدرسة للولاد الصغار، لأنه أنا دارسة رقص، عاملة 20 سنة رقص، كانت هيدي وسيلة لحتى أشتغل فيها. وين بدنا نقعد؟ في مقاعد. هونيك في مقعد. هيدا حكي، هيدا مقعد منه، في
هيك يعني الواحد بيجي هيك بيتوحد مع الطبيعة، بيقعد على مقعد معمول من الشجرة. لكن الدخلاء على الفن بقول لهم يروحوا يتعلموا أضبط، لأنه الشيء اللي عم نشوفه منهم بطرق التمثيل مش مقبول صراحة. ما عم بعتب على المصاري لأنه زياراتها قليلة. أنا وقت بعمل المسرح تحديداً بعمله بدافع الشغف والحب، ولو بدي فكر بالمصاري بس كنت ما اشتغلت هالشغلة أبداً. أنا متزوجة من زكي محفوظ، والزواج بالنسبة لإلي هو مؤسسة اثنين اتفقوا أنه يشتركوا فيها ويعيشوا مع بعض على الحلوة والمرة. نتيجة الزواج كانت صبيان، واحد منهم بالجامعة والتاني بعده بالمدرسة. طبعاً خايفين عليهم بهالبلد، وصراحة هذا الشعور صار سائد، يعني عم بسمعه من كتير ناس، وبس تسمعيه من كتير ناس يعني في شيء مش ضابط. بنصحهم يفتشوا على محل تاني مش لحتى يعيشوا فيه، لا يكتشفوا وبعدين هن يقرروا. ممكن يقولوا لي لا نحنا منحب نرجع، ولكن بتكوني عطيتيهم خيار مختلف لحتى يجربوا ويشوفوا وين الأنسب لهم. اليوم وقت اللي بتطلع بمرايتي بقول يا ريت لو فيني عيد بعض الأشياء، كثير أشياء صراحة، تحديداً بشخصيتي، تحديداً بخياراتي، باستيعابي لبعض الأمور، كنت بكون بمحل أفضل يمكن. يهو الكتب، خي ما أحليهن أهالي الحي اليوم، كثير حاطين كتب. أنا شو بدي نقي؟ تقي منيح هيدا، كثير عظيم. هلأ متعلم هيك أشياء جديدة وطبخ جديد. يا مدام ليه خير؟ هيدا بمصاري؟ هيدا بمصاري. مش ببلاش؟ ايه طيب تكرم عينك ها؟ ايه تفضل. ايه طيب ايه حلو. ايه اكيد لازم يكون كله بمصاري. اليوم بالحلقة مع زاهي رح اشكيله همي الكتير كبير عن البلد وعن الفن وليه وصلنا لهون؟ اشكي قد ما بدك، كلنا سمع. احمولي احمولي فيه. بس يعني رغم الوضع المأساوي اللي بيعيشه لبنان، ورغم الإحباطات الكتير والخيبات، ورغم أنه الفن مش بأحسن حالاته، بس منك ندمانة على خياراتك يعني؟ إيه لا طبعاً مني ندمانة. هلأ في شوي ندمانة إذا بدك على تركيبة شخصيتي، إنه نعم. لو يمكن مرني أكثر، مرني أكثر أو وعي لبعض الأمور أكثر، شخصيتي تكون كانت أقوى. أنا كان حدا كتير بيستحي من الأساس. شو اللي خلاك تختاري رأس الباليه، الإيماء بمرحلة من مراحل، التمثيل هلا من أنا وصغيرة؟ نعم هيدي الكل بقلوها من أنا وصغيرة، بس هيك ثاقبت. نعم. كنت روح مع بنت عمي، هي كانت تعلم باليه كلاسيك أيام بيروت القديمة، وهيك كان في مدرسة لتعليم الرقص مثل برا. قالت للمعلمة طب أنه عم تجي خليها تفوت تتعلم بما أنه أنت، وهيك بلشت. بلشت أتعلم باليه كلاسيك، كان عمري 6 سنين، وكتير حبيت هيدا الشيء. لا طبعا صراع مع الأهل أنه رقاصة بدك تطلع رقاصة، يا بابا أنه مش رقاصة. مشوار طويل وحافل بالأعمال. خليني بلش من الآخر، مغامرات ست نجاح اللي صورتيها بكندا واللي على اليوتيوب يعني نالت نجاح ونسب مشاهدة مثل ما قلنا على الفيسبوك أكثر. على الفيسبوك يعني حطيتيها وبعدين أول شيء بلشت على الفيسبوك، بعدين فتحنا تشانل على اليوتيوب. كيف يعني ولدت هالفكرة معك؟ إنه يعني فيديوهات صار صغار إيقاعهم بيشبه إيقاع حياتنا اليوم. صحيح. وعم تحكي يمكن هموم كلنا منعيشها. ليك أنا من فترة، من كم سنة يعني حسب كيف عم بقرأ إذا بدك اتجاهات الشباب وحتى الناس الأكبر بالعمر، أنه كتير صاروا سوشيال ميديا، كل واحد عنده يمكن شي 3-4 حسابات،
وانه لازم انا اجرب بهيدا الدومين، وكمان لانه عم بستطلع اراء انه انتم وين عم بتروحوا وشو عم بتشوفوا وشو عم تحضروا شو بدكم. من خلال هيدي المساءله قلت لازم اعمل شيء، ودبينا الصوت وما حدا لبى دغري. نعم. وثابت انا رايحه على كندا، قلت اه هيدي الفرصه منيحه اعمل هيدي المقارنه. حملت هالكبوت معي البالطو وكنت انا علي ماجد اللي هو المخرج تبع العمل قال لي كل امكانياتي حاضره ولحتى نفوت بالشغل، وهيك صار. رح نسمع رايه الليله للاستاذ علي. نعم. بس هل كنت بتتوقعي هذا التفاعل الكبير مع هالفيديوهات مع هالافلام اللي صار؟ لانه كلمه يمكن فيديوهات نعطيهم حقهم يعني. اي صحيح. افلام لدقائق معدودات. صراحه لا ما كنت بتوقع لهالدرجه، وهيدا كان شيء كثير مفاجئ وكثير حلو عن جد. وطبعا حملني مسؤوليه انه لا صار في شيء جدي بالموضوع، لازم اتأنى شو عشو اشتغل اي مواضيع. وليش اخترت اعملهم صغار؟ لانه الناس صار خلقها ضيق. صحيح. صراحه. صحيح. يعني ما بقى الحياة تحمل، ما عم يسمح لهم للناس انه يشوفوا ساعات. صحيح. او حتى نص ساعة يكون فيها خلص. وهيدا يمكن كمان لانه الميم علمني هيك، يعني انا دراستي بفن الايماء اللي بتخليك انه تختزل الفكرة بحركة أحيانا. بحركة كمان هيدا الشيء صار فيي يعني بنمط تفكيري. نعم. اللي خليني أفكر بهيدا اللي إنه لشو اللت لشو. ست نجاح الشخصية اللي عم تقدميها حضرتك مش عجبتها العيشة بكندا. ايه يعني في نظام، في رفاهية، في قانون، في كل هالمسائل، في كل وسائل العيش المريحة. نعم. قولك ما بقى نعرف نعيش ببلاد مظبوطة، تعودنا على الفوضى وعلى الخراب وعلى كل هالمآسي. يمكن هلا طبعا انا نقدي كان انه حتى سمع هون. نعم طبعا. هو من طبعاً. من يعني وقت بتشوف مثلا قد ايه هونيك الدولة. نعم. عن جد بتعمل جهدها وبتقدم خدمات لحتى مواطنين يكونوا عايشين مرتاحين ومبسوطين، ولانه هن طبعا بيدفعوا ضريبه كمان. نعم. بالضريبه عم بينالوا هيدا الشيء. بتنقهر لانه ليه انا ما بحق لي يكون. نعم. عندي على القليله هالخدمات، ما انا كمان عم بدفع ضريبه. نعم. بس عم تروح الضريبه على جيب المسؤولين. أكيد. على الهدر. ايه. بالفساد. نعم. وبالمافيات. نعم. اللي حاكمتنا. نعم. للاسف. الملاحظ بالتفاعل مع افلامك انه مش بس لبنانيين، يعني كانه حال عربي عام. صحيح. هالشكوى هالنقد اللي عم تعمليه سواء بطريقه مباشره او بطريقه غير مباشره كانه عم بلامس كل انسان عربي. صحيح. مش بس كل انسان عربي. نعم. انا من خلال التعليقات كل حدا بكل بلد لقى حكيته. نعم. يعني مثلا يمكن المغترب ايه لقى الوحده اللي انا. نعم. حكيت عنها. بالعالم العربي لقوا الفساد اللي بيشبه كل بلد بيشبهوا. نعم. بعضهم. كل حدا لقى شيء هيك بيمسه وبيدقره. نعم. عشان هيك صار من خلال التعليقات قدرت افهم انا شو عم بعمل. يعني برايك السخريه والحس النقدي الفكاهي بمحل المحلات بيقدر يعمل تغيير بالذهنيه بعقليه الناس؟ تغيير جذري اذا بدك بيعمل لهم اعاده اعتبار للاشياء. نعم. او اعاده تفكير بخليهم يمكن يرجعوا يسائلوا حالهم انه نحن شو عم نعمل. نعم. تغيير جذري لا ما بيصير من خلال يعني فرد واحد او. نعم. مثل ما قلنا بالبدايه يعني حضرتك قدمتي الست نجاح بالتلفزيون. صحيح. قدمتيها بعمل مسرحي ايضا. نعم. اليوم. نعم. عم تقدميها على السوشيال ميديا، وقلنا انه يمكن سر نجاحها هي انها بتشبه الناس، قربة من الناس. صحيح. هالشخصية عم بتقول همومنا كلنا سوا. سؤالي هو عن دراما اللبنانية، وحضرتك ممثلة ومخرجة وكاتبة. نعم. طيب هالغربة اللي بتعيشها الدراما يمكن اللبنانية ما بدي أقول الكل بس 90%. صحيح. بس الأغلب هيك. نعم. والدراما العربية فينا نقول. نعم. غربة عن الواقع، عن المجتمع، عن القضايا. نعم. الحقيقية اليومية. نعم. طيب شو سببها؟
سببها انه ما حدا بده يعمل جهد، ما فارق معه، يعني في مثل كانه في تسطيح لعقل الانسان، ما في ايه، ما حاملين هيدا الهم، فاكرين انه هيدا الصح للاسف. يعني كمان وقت بتشوف انه بعدنا منروح منستعير او منقلد، مننقل عن افلام او مسلسلات مكسيكيه، انه هالقد خلص الابداع، ما بقى في، ما حدا مستعد يعمل بحث يشوف هموم الناس وين. نحن ما عم نقول كل الدراما لازم يكون هيك، ولكن جزء، ولكن جزء منا يقارب الناس شو بدها، يكون ابن بيئته. علما انه في الاعمال اللي اتاخذت، وحضرتك بتعرفي اكثر مني، يعني الافلام اللي اتاخذت عن روايات او المسلسلات اللي اتاخذت عن روايات عربيه ناجحه، صحيح، سواء لنجيب محفوظ، لاحسان عبد القدوس، لغسان كنفاني، ل يعني يعني كانت اعمال ممتازه. مضبوط. ايه نهايه رجل شجاع مثلا هلا حضرني، انه كانه ما بقى في، يعني في، ما اصلا اذا بتلاحظ كله لحق بعضه، يعني ان كان بالغنيه ولا ان كان بالافلام التجاريه اللي عم بقدموها، ولا ان كان بالدراما، ولا ان كان ب، مثل كانه موجه ولاحقه بعضها للاسف. يعني تسونامي بتحسي، يعني صار راس مال هو اللي عم يتحكم. يعني الراس مال هو اللي عم يفرض هيدي الثقافه السخيفه المسطحه، واللي عم بحاول يعممها يعني للأسف. يعني دائما بنقاشاتي مع ضيوفي عم نرجع على هالنقطة ست عايدة، انه نعم. يعني مسألة المنتج، المنتج صحيح. اللي هو صاحب المال، يعني صحيح. اي عمل فني اليوم بحاجة لمنتج، لمنتج صحيح، هو رأس المال. ما في رأس مال متنور، ما في رأس مال عنده هم، يعني كمان ثقافي. عم بيكون يمكن في بعض محاولات، بعض بقول دائما نحن ايه؟ ضد، ولكن انا عم بيواجهوا كمان، بدك تشوف اصحاب او مدراء المحطات وشركات الانتاج، انه انا واجهتها. يعني مره عملنا حلقه بيلوت لمسلسل كوميدي كثير ذكي النص كان، بس تقدم انه قال هيدا كوميديا رائيه. ما انه طب كيف لازم تكون الكوميديا، انه ما بيسوى اذا رائي ما بيسوى، انه يعني عرفت الظاهر مقصوده، انه تعميم هيدا الجو اللي هو تسطيح العقول، تزييف الوعي، الوعي صحيح. يعني بنشوف ابتذال، يعني صار ممجوج ومقرف لبعض البرامج اللي عم تتقدم خصوصا تحت اسم الكوميديا. ايه صحيح، يعني صارت الكوميديا يا اما لازم تكون تتناول مواضيع مبتذله، نعم، او نكته كمان مبتذله، او مواضيع سخيفه، او صاروا كلهم كوبي بيست، يعني بيقلدوا بعضهم. انا برايي هن ما عارفين انه الناس عم تتراجع عن حضور التلفزيون، وهيدا مش رأيي. قلت لك انا بسأل، ايه انا بسأل وبراقب وبشوف، يعني خلال من مواقع التواصل الاجتماعي، او الناس شو بتقلي وقت مثلا بتعرفني، او انه ليش هيك عم بصير. عندك فهم لوظيفة الفن؟ يعني هل برأيك الممثل، الكاتب، المخرج الى اخره، عنده دور ما بالمجتمع، وشو هو هالدور اذا كان برأيك لازم يكون عنده دور؟ أكيد عنده دور. نعم. عنده دور أنه إذا بدك يوجه الناس، نعم، نحو الأحسن، يضويلهم على قضاياهم، على معاناتهم، يعطيهم حلول. نعم. لأنه في حدا، يعني في آراء، حدا ممكن يقول لك هذه شغلة الوعظ والإرشاد والهيك، نحن زهقنا منها، مش عبر الوعظ. يعني. نعم. مش عبر الوعظ. نعم. أكيد مش عبر الوعظ، لأنه مضبوط أوقات الناس تقول لك أنه أوكي، لا، هي طريقة أنك تضويلهم على المشكلة اللي عم بيعانوا منها، على حياتهم، خليهن يرجعوا، نعم، يفوتهم باللعبة، بمعنى يرجعوا يطرحوا أسئلة لحالهم، أنه ليش نحن عم نعمل بحالنا هيك. قلت يعني هيك بمقابلة صحفية أنه ما إلنا مكان بالتلفزيونات اللبنانية، وعم تحكي طبعا الفنانين صحيح. المحترمين حالهم، واللي يعني عندهم هالفهم للفن. نعم. نعم. ليه بقى لكم مكان؟ لأنه كل منتج صار عنده البوطة تبعه، عرفت كيف؟ نعم. عشان هيك بتشوف الممثلين هني ذاتهم كل الوقت،
مع طبعا تغيير البطلة، إذا بس تطلع ملكة جمال دغري بتحجز حالة ممثلة. عرفت؟ عندك بحس يعني مثل هيك يعني نقمي على هالموضوع، عبرتي بالريبورتاج البداية. نقمي لأنه كتير عم نرجع لورا، يعني إذا الواحد بيقعد بيستعرض مسلسلاتنا كيف كانت، نعم، رغم انه كانت التقنيات بسيطه وبدائيه، بس الممثلين والمواضيع اللي كانوا بعدها حاضره بذهننا لهلا، عرفت، وبعدنا بنذكرهم لهلا، وطلعوا ممثلين رغم انه ما كانوا دارسين، بس ولكن شغفهم وحبهم ليعملوا فن مش لينشهروا هو اللي خلى الدراما تنشأ ويعني وتكون بعدها إلى امتداد لهلا. صحيح، والدليل انه الدراما اللبنانيه بوقتها وصلت على كل بيت عربي يعني، وصنعت نجوم من الممثلين اللي حضرتك عم بتشيري. نعم، نعم. لهم رح نتابع مع حضرتك ونغوص اكثر بتجربتك استاذي عايدة، ولكن اسمحي لنا نتوقف مع موجز اخباري سريع، نتابع من بعده بيت القصيد. عبق على قلبي، بدي اظهر على الفراندا شوي. اوف، شو هيدا؟ شو هيدا؟ ليك الشجر كيف هن هجمين علي؟ لا وشو رح يفوتوا يقعدوا عندي كمان بالبيت ويوسخوا لي الدنيا من الاوراق اللي رح تارير؟ شجر 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 شجر، لا لا انا ما فيني اتحمل هيك. بعدين انه يكون في شيء بنايه هون او شيء بنايه هون مش احسن هيك؟ كنا بنتونس بنشوف الجيران شو منشرين غسيل، وبعدين هون يكون في خناقه، وهون يكون في صريخ، وهون يكون في سيارات، هيك بنتونس هيك شجر لوحدنا؟ واحد هيك يعني بيعمل لحياته شويه اكشن. بعدين عم بتطلع هيك مش شايفه وجه ربي، انا كل هالشجرات مغطيين الدنيا كلياتها سوا، لا دخيلكم. يي يي، لا لا، انا عبق على قلبي، انا ما عجبتني كندا ابدا ابدا ابدا، ما عجبتني كندا. لا ما بصدق، او ماي جاد، رح يجنني، رح يجيب لي اخرتي. بسيطة مدام طولي بالك، شو بدي خبرك يا حكيم، رح يجرسني قدام الناس. ادخل حبيبي، رح يجرسني، يعني انا وين مخبي وجهي من الناس؟ بسيطة، وين مخبي وجهي من الناس يعني؟ طول بالك مدام. شو طول بالي يعني؟ انا شو بقول لك يعني؟ انه شو رح يقولوا عن الناس؟ انا بقول لك وانت قل لي شو رح يقولوا عن الناس. بعدين ما بشوفه غير مشرف وحامل الكادو اللي جبناه بايدي. قلت له ولو مامي؟ نو كيف جايب معك الكادو مهدلة فيها؟ قامت هي هيك طحشت وقالت لي خليه يرجعه معه. أنا يعني مثل اللي حدا كب علي سطل ماي بارد هيك، يا أرض انشقي وبلعيني، إنه شو بدي أعمل؟ تلبكت يعني، ابتسمت وقلت لها ولو مدام ما هيدا الكادو جبناه لابنك مش اليوم عيد ميلاده. قامت طلعت فيه هيك تطليعة ما بتفهم، كانت رح تاكلني. قالت لي كل واحد بيجيب حسب قيمته، وطبشت الباب. شفت حكيم؟ وين مخبي وجهي من الناس؟ وين مخبي وجهي من الناس؟ ليش انت شو قلت لي؟ ولا شيء. شو ولا شيء؟ كنا كلنا عم نحكي وسألنا اللي جبت لي اياها. قلت له لانها رخيصة، ومام قالت لي انه هديك المرة هنا جابوا لك هدية حق هاي. شايف حكيم؟ وين مخبي وجهي من الناس؟ جرسني، رح يطير لي عقليتي. مدام، شو بتحكوا بالبيت قدام الصبي؟ نحن مش متفقين انه ما بنحكي كل شيء قدام الصبي؟ اما دايما بتقلي في اشياء ما بتنقل برات البيت. أكي. في اشياء بس للعائله. مزبوط، في اشياء بس للعائله. مزبوط حبيبي، صح، بتوين اس يعني للعائله، يعني بين الحيطان للعائله بس. وهو بالعائله؟ هو فرند العائله. يعني بدل روسو صار امبارح. شو صار امبارح؟ انه لما فتت على اوضه صارت تبكي لانه بابي ضربها وسترمي على وجهها. بدل له هيك، بدل له هيك. قوم حبيبي، تاخرنا، تأخرنا عن جد. انطرني برا حبيبي، انطرني انطرني. ميرسي حكيم عن جد، يعني شكرا كثير مرة تانية، وهابي نيو يير لأنه أخذنا لك من وقتك عن جد يعني. مدام طولنا عليك عن جد، ثانكس كثير. مدام إذا بدك نلتقي لحال ما تبقى تسلفي.
يعني مشهد من فيلم طالع نازل للأستاذ محمود حجاج المخرج. اللي بلاحظ بتمثيلك أستاذ عايدة أنه كأنه ما في كاميرا، يعني بشكل هيك عفوي طبيعي تلقائي. صح. نعم. يعني ما عندي رهبة الكاميرا. نعم. أكيد الشيء منه سهل مثل ما ممكن يحس مشاهد مثلي، يعني أنه هيك بهالبساطة بتجي بتعدي قدام الكاميرا و... يمكن لأنه ما بفكر فيها. نعم. بفكر أكثر بالدور، عرفت؟ بفكر نعم. أكثر بالسين اللي بدي مثلا. نعم. ما بكون حطت له أهمية أنه هو يصطفل المصور كيف يخدني ما بعرف. عشان هيك ما ما بتكون حاضرة فيه، إنه خلص أنا عايشة حياة تانية، عندي شخصية تانية عم بلعبها، مثل كأنه الحياة ماشية، يعني مش إنه عم بمثل، عارف نعم. كيف؟ وهيدا الشيء يعني بيزبط بالسينما وبالتلفزيون وبالمسرح ولا؟ هلا بالمسرح لأنه الجمهور حاضر. نعم. هون المسؤولية بتكون في خوف أكثر. نعم. يعني وردة الفعل فورا، وردة الفعل وكل واحد حاضر دائما الوعي عنده أكثر. بالتلفزيون إذا غلطت بتعيد. نعم. بالسينما كمان بتعيد، بس بالمسرح ما فيك تعيد، بدك تكون حاضر أكثر، المسؤولية أكبر والشغل أصعب بالمسرح. رح نسمع مجموعة آراء الليلي بتجربتك لو سمحتي. رح نبدأ مع صديقتك السيدة غادة عريبي. نعم. نسمع سوا ومنكمل طرح أسئلة. من أكثر من 15 سنة، وهي بالنسبة لي يعني من أقرب الأصدقاء، وبعرفها بكل بحياتها ببيتها يعني بهال 15 سنة بكل شيء مرق معها كشغل، حتى كنت كون موجودة قريبة لها. علاقتها بولادها لعايدة كتير كانت تعني لي، لأنه أنا عايشة ببيروت لوحدي، بقى كان كتير على طول بس روح لعندها أقول لها إنه جو البيت عندها وولادها وعلاقتها بزكي جوزها، إلا إنه بحب هذا هيك الإحساس بالحب اللي موجود بالبيت كتير حلو. يعني بتحسي حالك، يعني أنا بكتير أطارح وقت بروح كنت أسهر عندها راس السنة، وقت مع عائلتها مش إنه سهرت مطعم هيك، أمست ولادها، يعني جو البيت حلو، يعني بتحسي فيه حب هيك مريح. ومن الملفت كمان بعايدة علاقتها بتلاميذها، يعني هي أنا مش قلي إنسان كتير متواضع، وبكتير أوقات بس نكون برا بقهوة أو بسهرانين، يعني طريقة كيف تلاميذها بيسلموا عليها وزملائها كتير حلوة، فيها كتير محبة. وهي بالنسبة لتلاميذها كمان، يعني حتى اللي تخرجوا واللي بلشوا يشتغلوا عطول مستعدة تساعدهم وقت هني بحاجة لها وبدون أي مقابل، يعني بس لأنه بتحب تشجعهم. عايدة أول واحد بيكون بالشارع وقتها في أي حراك مطلبة له علاقة بالبيئة، يعني مثل مؤخراً قصة الزبالة بقصص العلاقة بالحريات، يعني هي من أول الناس اللي بتكون موجودة بين الناس، يعني منا حدا، يعني حدا بالنسبة لي حدا متواضع وحدا إنسان. يعني عايدة حدا كتير جدي، وفعلاً بس شوفيها عم تشتغل بتحسيها كأنه يعني هلأ مخرجة وعم تشتغل، يعني بتوصل قبل الوقت بكتير على التمرين، ما بت يعني كتير جدية بالتمرينات قبل المسرحية، بتكون موجودة حتى قبل يمكن التقنيين بتكون موجودة بالمسرح، حدا كتير بيهتم بشغله، بتحسيها ما بتأثر بهيدا المحل. وأنا حضرتها بمسرحية فيترين، كنت كتير معهم، يعني بقى كتير كان ملفت لقلي هي وجوليا قصار، يعني بيجوا قبل أكثر من 3 ساعات على المسرح، يرجعوا يعيدوا يعملوا فيلاج للمسرحية. يعني أنا كنت تفاجأت لأنه بمستواهم هن بتحس أنه منهم بحاجة لهيدا الشيء، بس لا كان يعني حدا كتير جدي، حدا كتير متفاني، حدا عطول بالنسبة لقلي اختيارها لأدوارها هو اختيار، يعني ما بهم التعامل كتير شغل قد ما بهمها نوعية الشغل اللي عم تعمله. هيدا الشيء بالنسبة لي كتير جيد لفنان. يعني شغلة تانية، عايدة من الممثلات اللي بترفض مثلا قصص عملية التجميل، لأنه بتعتبر أنه كل عمر وإله يعني إله معناه، وهيدي كمان شغلة أنا بحبها فيها.
عايدة هلأ بالفيديوهات اللي هلأ عم تعمليهم وتنزليهم على اليوتيوب، لاحظنا أنه كندا الحياة فيها كتير أسهل من لبنان، وهلأ جايكم هونيك وآدم حيروح بعدين يدرس مثل جايكم، بتفكر تروحي تعيشي بكندا؟ شكراً لست غادة على الوقت اللي عطيتنا إياه. حضرتك عشتي بكندا 5 سنين قبل. نعم. بين نعم. 90 و95. نعم. 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 بتفكري انك ترجع تعيشي بكندا عن جديد؟ صراحة ما بعرف. هلأ في شغلة انه ابني صغير بس يخلص مدرسة. نعم. بدي اخده وبدي اقعد معهم فترة. ارجع اشتغل هونيك صعب لانه بتعرف بعمر معين. نعم. صعب كثير. القدرة على التكيف والتأقلم تختلف يعني. ايه لانه غير يعني نحن رحنا قبل اوكي. نعم. مش الحال وكنت عم بشتغل والى اخره، قطعت هالقطعة وما فيني خبرتي، واذا بدك شغلي اللي راكمتهم هون اجي ضبهم بالخزانة ورح اقعد هونيك، شغلة كتير صعبة يعني. صحيح حققتي هون يعني، وعم نشوفك بالحراك المدني كمان يعني. نعم. ناشطة مش بس على الصعيد الفني. نعم. عندك إيمان أنه ممكن يعني حركة الناس الاعتراضية تعمل تغيير ما؟ بتعمل إذا الكل اتفقوا. نعم. وتعاونوا، حفنة صغيرة من الناس ما راح تعمل شيء. نعم. بدك الجماهير الكبيرة يعني اللي كل واحد لحق طايفته هو اللي يقتنع أنه المي لازم تجي 24 مش. نعم. تجي مالحة، لازم يقتنع أنه الكهرباء حقه الطبيعي 24 ساعة كمان 24، مش يقضي عم يركض طف الديجونتر وعلي الماء وحتى الغسالة والبراد، وهيدا تضيع وقت واستنزاف للطاقة، الطاقة البشرية يعني، طاقة الإنسان يعني بيقدر يصرفهم على شيء منتج أكتر، عرفت؟ يعني مثلا برا إنه بكندا. نعم. عند الست نجاح. عند الست نجاح إنه عن جد قديش على شو بيصرفوا وقتهم، عرفت؟ بيصرفوه على شيء منتج كل الوقت. نعم. على المجال يعني اللي هن مبدعين فيه، اللي هن مبدعين فيه على القليل فيك تقعد وتفكر. نعم. سألتك عن الحراك المدني لأنه بمسرحية الست نجاح والمفتاح. نعم. يعني ممكن يستنتج المتفرج أنه ما حدا لحدا وما حدا يعني بيساعد حدا للأسف، وكل لأنه إنسان هيك صاير نفسه. هيك صاير يعني المشكلة اللبناني. نعم. أنه وقت بقول لك تعودت على الغلط، هيدي مشكلة إنه إذا تعودتوا على الغلط ما تنقوا يعني، لا تعترضوا ولا تنقوا ولا تكون معصب كل الوقت، لأنه إذا بتراقب اللبناني كيف صاير بالشارع. نعم. روح بالعجقة وبس تطلع بالسيارات وبالناس كيف قاعدين متشنجين كل الوقت، أقل مثلا بفوروا على بعضهم، دغري بفوروا على بعضهم، عرفت؟ إذا قطع حده أو فوقه أو اللي هو، بينما المطلوب يثوروا على المسؤولين مفروض. للأسف بيقطعوا الطرقات على بعضهم يعني. ايه على حالهم. ايه صحيح. يعني بده يعترض على شيء بيحرق دواليب بسكر الطريق. ايه على ايه حاله، لا وبيأذي حاله يعني. نعم. هو عم بيساهم بالفوضى كمان. نعم. أنا كتير بحمله مسؤولية للمواطن اللبناني لأنه هو عم بيساهم بالفوضى، ما عم بيخلي يعني من تصرفاته ما عم بينتبه لوين عم بياخد حاله. نعم. يمكن حتى ما نقول انه بس يعني المسرحية بتقول ما حدا لحدا، كمان فيها نقد للسلطة انه هالسلطة بتتلاعب بالمواطن لما هالست نجاح بتعلق بالأسانسير بالمصعد. نعم. كمان يعني ما بتجي بتلاقي لها حل. نعم. بالعكس بتصير تدرس انه تعودت على المشكلة، هات لنقوي لها دوز المشاكل، تعودوا على المشكلة كمان. نعم. يعني كأنه السلطة بتفاقم المشكلات الناس بدل ما تحلها ببلادنا. ايه ما بتحل، لأنه يعني خد أكبر مثل مشكلة. نعم. الزبالة، معقولة على سنة عم نعاني من مشكلة الزبالة مع أنه تقدم لها حلول أنا برأيي. نعم. حسب ما سمعنا، عرفت؟ بس كانوا هني عم يدرسوا كل الوقت كيف مصلحتهم هي اللي تكون الأولوية. ما تواخذيني يعني نحن كمواطنين بنشوفها زبالة، هن المسؤولين بيشوفوها ليرات. هي ليرات. ايه طبعا مصاري. حتى يعني قطع الكهرباء مصاري. حتى قطع الكهرباء لانهم ليرات، حتى. نعم. المي قطع المي لانهم. نعم. ليرات، كله يعني
تحسهم مثل ناموا وفاقوا في دولارات بعيونهم مثل صور المتحركة. بتعرفي حتى الديجونت الموتيرات اللي بتوزع كهرباء بالأحياء يعني مافيا لها علاقة بالمسؤولين كمان. صحيح. يعني كل منطقة بتصب عند أنا برأيي المواطن صار هيك لأنه ما في دولة يعني بمعنى همه يحسن حاله خوفا من مستقبل ما بنعرف شو هو عرفت؟ نعم. عشان هيك بتحسه بيركض يعني ينتش الاشياء حتى يحس انه في شيء بيسنده. نعم، واللي مفترض هي حقوق بديهيه هي حقوق بديهيه الدوله تقدم له اياها حتى يشعر بالامان و نعم. طيب بعيدا يعني عن مشاكل اللي يمكن اللبنانيه حصرا او العربيه لانه في مثلها بعده دول عربيه بمسرحيه من الاخر وانا يعني استمتعت اني شفت هالعمل لحضرتك قدمتي ازمه منتصف العمر يعني السيده الزوجه اللي بتعيش ازمه منتصف العمر شو اللي خلاك تطرحي هالقضية هاي والعلاقة الزوجية المكركبة؟ كمان من اللي بشوفه يعني نعم. من اللي بسمعه بالأحاديث هي انطلقت إذا بدك القصة نعم. أكثر من مش هيدي المشكلة اللي شدتني أكتب بقدر ما اللي شد خليني أكتب هو وقت البنت بتعيش لوحدها ببيروت قدي يلقى على كاهلة أعباء أعباء وقديش بيفكروها العالم أنه نيالة حدا ما منيح أو نيالة لا فكروا حدا ما منيح نعم. وأنه بيعتبروها مشاع والكل بيصير بده يدق باب بيتها يعني صحيح. عرفت هي عملت ريشيرش على شي 3 سنين كتير سألت ناس ومن هون ركبت المسرحية وقلت خليني فوت على كمان منتصف العمر واستعنت بتجارب أصحابي بتجاربي الخاصة بتجارب أهلي قريبيني عرفت يعني بنفس الإطار منشوف كنا عم نحكي قبل شوي أنه كيف بتم تسطيح يعني عقول المشاهدين أنه قضايا المرأة بمجتمعنا العربي الشرقي كمان تم تغييبها يعني عن الأعمال الدرامية عن الأعمال اللي منشوفها نادراً ما تطرح قضايا المرأة بشكل حقيقي وجدي ايه ما في يعني ما في مسلسل فعلا عم بيطرح هيك قضايا مهمة يمكن فيه ونحن ما بنعرف بس قليل يعني منا حالة عامة مش بس قضية المرأة ما في قضايا مهمة كتير عم تنطرح ايه يعني وقت بتشوف انه بعدهم عم بيستعيروا مكسيكي وهيك انه كيف بدك تأمن انه ممكن ينطرح هيك مواضيع الغريب انه هذا الشيء عم يحصل بمجتمعات مليانه مشاكل مليانه قضايا يعني في الواحد يتناول كل يوم 20 موضوع صحيح حتى يعني وممكن يعني تم تناول قضايا جديه بطريقه مسليه يعني مش بالضروره ممنوع التفكير يعني ممنوع ما قال له شو يعني رأي ممنوع الرأي حكينا قبل شوي انه فهمك لدور الفن والفنان ما بتشوفي اليوم انه في طغيان لهيك يعني كانه الفن هو وسيله للشهره وسيله لكسب المال مش كانه يعني ايضا اختلفت له المعايير. بعد ثقافي وانساني لانه اختلفت المعايير يعني انت شوف الناس اللي كانوا الفنانين القدام اللي كانوا يشتغلوا بالفن وين كان همهم وهلا اللي فايت على الفن وين همه هون كان همه يشتغل حبا بالشغل وحبا بهالمهنة وحبا بتقديم شيء مهم للناس هلا هون حبا بالشهرة وحبا بالمصاري عرفت كتير اختلفت المعايير ومثل ما قلت لك قبل على جميع الأصعدة يعني بالأغنية نفس الشيء بكل شيء كله لحق بعضه للأسف. يمكن حدا يقول لك انه هاي منظومه القيم على مستوى العالم كله تدهورت وشوفي نتيجه انتخابات امريكا مثلا انه وصول شخص مثل دونالد ترامب بخطابه الشعبوي العنصري انه منظومه القيم بالعالم كله قيم استهلاكيه ايه هلا هونيك ليش ربح ترامب يمكن الصحافي مثل ما حسب قريت مقالات انه هي اللي نجحته يعني اشتغلت بالعكس قصدي نعم كان رد الفعل معاكس رد الفعل معاكس للحملة ضده لأنه هو خاطب الناس يعني خاطب أنه وقت بيقول لهم أنا بدي رجع لكم الشغل لكم للأمريكان المضبوطين طبعا رح يأيدوه عرفت كيف
كمان ناس ما بقى بدها يمكن خطابات، لازم نعرف ناس كيف بتفكر حتى الواحد يعرف شو يقدم لها. رح نكمل مع حضرتك، ولكن كمان مرة نتوقف مع استراحة سريعة ثم نتابع بيت القصيد. ما احلى هالقعده هون عن جد، يعني حينا كثير حلو. ايه شو لكان في كثير هيك وسائل للتسليه، اذا هيك الواحد ضجران في يجي يقعد على المقعد هون ويغير جو. يسلم دياتها البلديه عن جد على هالمجهود، انه هيك فكرت فينا على القليله. يعني كمان هيك الواحد بيجي بيقعد وبيشوف العالم، المراه الرايحه الجايه، بيطلع بوجوه الناس، بيشوف أحوالهم، إذا مبسوطين، زعلانين، معصبين. هيك كمان بتصير تعرف أحوال البلد، يعني من السيارات المرأة كمان، وكمان تتعرف على الموضة، شو لابسين العالم. لكن مثل كندا، مثل كندا كله سادة، كله سادة أبداً، كله سادة وشجر، والعالم هيك ما بيعرفوا بالموضة، كثير ناتورال. يعني هاي هيدي أصوات هيك طبيعية مرافقة، صوت جبالي على صوت موتسيكات على صوت زمامير. يعني انت وقاعد هون هيك كمان تتهدهد هيك اعصابك، هيك بتروق. كمان هيك فيك تتعرف على سكان اهل الحي كلهم هيك، بس لما يجوا يكبوا زبالتهم هون براميل هالزبالة. كمان فيك تعرف قديش عم يصرفوا، ايه اذا كانوا حاملين كيس كبير ولا كيس صغير. وبعدين هيدا المقعد احلى شيء، احلى شيء لكسب المناعة. أنا سألت الحكيم، قال لي وقف بالشارع مثل كأنك عم بتدخني نفس أرجيلة. الواحد بيصير عنده مناعة جميع أنواع التلوث، يعني بل كل واحد هيك سافر عشي بلد في تلوث، بتكون أنت مناعتك جاهزة وما في لزوم يعني تاخد طعم. وأنا كمان مبارح قريت بالأخبار أنه بلدنا طلعت تاني بالتلوث. الحمد لله ست نجاح بلكنتها البيروتية المعروفة، يمكن مع الوقت يطلع الأول بالتلوث كمان، مش هيك؟ كمان شوي بيطلع الأول، الأول بالفساد والثاني بالتلوث وأنت ورايح. بس مش شوي عم نقدم صورة قاتمة سوداوية، ما في هيك بصيص، ما في نوافذ أمل؟ قلي هي تعطيني. هل الحراك المدني بجانب من جوانب والأشياء اللي بيكتبوها الشباب اليوم على السوشيال ميديا بتدل هيك على وعي، على فهم شو عم يجري حولهم؟ بس للأسف عم بيكون الطريق مسدود. يعني أنا شاركت قد ما بقدر بالمظاهرات. طبعا مشكورين جدا الشباب أنه عندهم هيدا الوعي، لحتى لأنه خلص طفح الكيل، يعني لحتى كمان يضووا على هيدي القضايا او يجربوا يحركوا هيدا الضمير اللي النايم. انه بس لوين وصلوا؟ لانه كمان تمت يعني محاربتهم اذا بدك، عرفت؟ لانه ببلد نحن ببلدنا بتركيبته الطائفيه كثير صعب انك تعمل شيء، وبالنهايه هن عم بيعملوا شيء لصالح الناس بالاخر. وقت عم بيطالبوا انه عن جد لازم يتلاقى حل جذري للزباله او للكهرباء او للمي. وهذا حق الناس الطبيعي. شفنا يعني مشهد او يعني من هالافلام القصيره اللي اسمها مغامرات ست نجاح، اسمحي لنا نسمع راي المخرج الاستاذ علي ماجد. مساء الخير، معكم علي ماجد. اليوم بدي أخبركم كيف بلش تعاون أنا والفنانة عايدة صبرة بمغامرات الست نجاح. بالحقيقة تلاقيت أنا وعايدة من 3 أشهر تقريبا ببيروت، وحكينا كذا فكرة ممكن ننفذها على الويب، وكانت محمسة عايدة حابة تعمل مثل فكرة جديدة للويب. وأنا كنت بوقتها عم أسس شركتي اللي هي ويب أون ديريكت ببيروت، وخبرتك كيف ممكن نحن نوصل أفكارنا بطريقة كتير سريعة على الويب للعالم لتتماشى مع العصر الجديد. ورجعت لقيت أنا وياها بكندا،
وكانت مسابقة جايبة معها الكوستيم تبع الست نجاح. فبلشت عايدة تكتب نص خاصه بكندا، كومباريزون بين كندا ولبنان. شفت النص أنا وياها كذا على كذا مرحلة، وقطعت النص بطريقة تتناسب مع الويب، وجات حكيتها قلت لها بكرة بنصور. فبلشنا تصوير بأول حلقة اللي كانت هي عن داء خلق بين كندا عن الشجر، وحطيناه على الويب لنشوف تفاعل العالم. بعد أول حلقة لقينا أنه بعد 3 أيام صار حضرها تقريبا شي 400,000، فنزلنا حلقة تانية بعد 3 أيام، فكمان لقيت تجاوب مثل تجاوب الحلقة الأولى. فهذا الشيء خلى التحدي يكبر أكتر وأكتر، أنه صار لازم كل يوم نعمل حلقات جديدة، نحضر نصوص جديدة لنعمل سيري متكاملة من مغامرات الست نجاح. لو وصلنا هلأ عم ننزل كل أسبوع حلقة واحدة. طريقة إخراج الويب بتختلف عن طريقة إخراج التيفي. بمغامرات الست نجاح اعتمدنا على الميديوم شوتس، على الكلوز أبس، لنفرجي أكتر الإيموشنز تعو العايدة والإكسبرشنز بالمواقف اللي عم تمرق فيها. سؤالي للفنانة عايدة صبرة، إذا عينوك لنهار واحد رئيسة الجامعة اللبنانية شو بتعملي؟ شكرا أستاذ علي ماجد، وال يعني قدمنا فكرة وافية عن العمل المشترك مغامرات ست نجاح، ولكن ختم بسؤال يعني بعيد شوي بس يمكن يكون له علاقة. تفضلي. يعني هو بدك تعرف شو فيها مشاكل حتى تحلها، عرفت؟ هيك مفروض على القليلة ترجع لها قيمتها للجامعة اللبنانية مثل ما كانت، لأنه مثل ما معروف الجامعة اللبنانية بالزمانات كانت تورد أساتذة يعلموا بجامعات خاصة كتير مهمة. وطلعت كمان كتير ناس بارعين بكل المجالات. إذا بدك على صعيد الفن عم بحكي تحديدا، أهم ممثلين بالدراما اللبنانية هن خريجين الجامعة اللبنانية. لازم يردل الاعتبار فعلا، لأنه وطلعت حركة سياسية وكانوا طبعا يشاركوا بالمظاهرات بالستينات، يعني أكثر من هيك. طيب هاي الجامعة اللبنانية هيك كان دورة وهيك كان تاريخها. بس إذا حضرتك استلمتيها ليوم شو بتعمل؟ هلأ صراحة بيوم الواحد ما في يعمل شيء. بدك الجامعة اللبنانية لو أطول. منيحة. لا طبعا يوم واحد ما في الواحد يعمل شيء. طيب بالعودة للست نجاح الشخصية، مين ابتكرها؟ مين اخترع الست نجاح؟ ليك هي إلا جذور لهيدي الشخصية. أنا لعبت شخصية مع الأستاذ يعقوب الشدراوي الله يرحمه. بنزهري فيه غير مرخص بها، لعبناها وقتها على البيكاديلي بذكرى الستين يمكن للحزب الشيوعي. تأسيس الحزب الشيوعي. نعم. لعبت دور مرة بيروتية. أحمد قعبور استوحى منا. ووقتها رجعت من كندا قال لي أنا عم بكتب سيت كوم انطلاقا من هذيك الشخصية اسمها حلوانجي إسماعيل. اللي عرض بشهر رمضان. اللي عرض بشهر رمضان. نعم. بقى من هونيك جاي. بدي انتقل لموضوع تاني هو تجربتك لو سمحتي لي ببرنامج ستار أكاديمي. هل تجربة كنت مدربة يعني المشاركين المتبارين فيها، شو الخلاصات اللي طلعتي فيها من هالتجربة؟ الخلاصات هي انه كيف تقدم تمرين يفيد التلميذ، بنفس الوقت المشاهد يستمتع ويتعلم كمان مع التلميذ. أنا كنت أعمل قبل ما يبلش البرنامج بوقت كتير كبير أعمل بحث على أنواع التمارين اللي عن جد يكون فيها إفادة للجهتين، لأنه بنهاية الجمهور عم يتفرج. ما بده يكون التمرين ممل، ولازم كمان تحطهم بمنهجية معينة، لأنه التلميذ أول شهر لازم يمرق بهالمرحلة، تاني شهر بدك تعليله الدوز أكتر مثل الجامعة. خبرتي بالجامعة كمان هي اللي ساعدتني أكيد كيف أعمل هيدي المنهجية. كيف كان تفاعل يعني طلاب الأكاديمية معك؟ التفاعل كتير حلو كان. يعني كل الناس إذا بدك لاحظت الفرق بين كيف فاتوا أول ما بيفوتوا وبالآخر كيف بيظهروا،
ومش بس كمان صفي، يعني هي مجموعة الصفوف اللي انعطت لهم بيكملوا بعضهم، وإلا ما كانت اسمها مدرسة، عرفت؟ لحتى يكون الهدف انه كيف تطور هيدا الشخص والفوت بيدرس عندك. مثل ما هو معروف يعني البرنامج ستار اكاديمي عم بحكي كمان بيستضيف نجوم. نعم. يعني مطربين ومطربات. نعم. نعم. اللي بنعتبر يعني اللي هن اللي عم نشوفهم على الساحه، اللي عم نشوفهم. نعم. على الشاشات. كان يصير احتكاك بينك وبينهم؟ يعني في يصير علاقة يعني من خلال نعم، لأنه في كم مرة بدنا نحكي مع الطلاب. نعم. لا حتى كمان شاركوا معي بالصف. نعم. يعني طلعوا عملوا تمارين وشاركوا معي بالصف، وهيدا الاحتكاك كان. شو اللي الانطباعات اللي تركوها عندك؟ في البعض منهم كانوا كتير ذكية. نعم. بالتمرين يعني أنا بقدر أقفر من خلال وقت بعض التمرين كيف فهموا للتمرين وكيف طبقوا. البعض منهم لا، ما كان لهم علاقة بالمرة يعني. نعم. ما يعني سألت لأوصل للسؤال التالي، اللي هو إنه حضرتك بمغامرات ست نجاح بكندا. نعم. بفيلم قصير من هالمغامرات. نعم. استعنتي بنجمي، بممثلة ونجمي كندية. صحيح. لتقولي شيء، شو كان بدك تقولي من خلال هال؟ لأقول إنه قديشها متواضعة. نعم. هي فنانة علي ماجد عمل لها كليب. نعم. صور لها غنية، هي ربحانة جايزة كثير مهمة على صعيد كندا. نعم. وبتعمل عندها تورنيات كثير بأوروبا، بتغني كثير لإديث بياف، لأنه. نعم. صوتها إذا بتغمض عينك تقول إديث بياف. كثير متواضعة، وقت اللي حكيناها إجت عملنا معها اجتماع، جاي كثير طبيعية و طبعا ما في بوتوكس و... نعم. وجاي بالشحاطة مثل الكليب، وما عندها بادي جارد لأنه هن غير عقلية، بيفكروا غير منطق. نعم. يعني حتى سيلين ديون اللي هي فنانة كندية طبعا عالمية. نعم. عالمي. إذا بتشوف مقابلاتها كيف تحكي أو بين الناس كيف تستقبلهم. أنا لأنه كمان من خلال تجربتي مع هول الفنانين واشتغلت برنامج تاني اسمه وينر. نعم. إز قدرت شوف عن قريب بعض الفنانين عن جد ما بعرف إذا بدي أقول معلي خل اسمح لي أقول إنه معيب كيف بيتصرفوا بالكواليس. لا ما أنا عم بسألك. ايه؟ لأسمع. ايه؟ لأسمع عن جد رأيك معيب. وجوابك. عن جد معيب كيف بيتصرفوا بالكواليس ومع الناس، إذا بد مع الكرو اللي بيكون. نعم. عم يشتغل. يعني عنا الشهرة فهمانينا غلط بعض. نعم. الفنانين. هذا اللي كنت بدي اساله، انه النجوميه. إيه؟ حتى النجوميه بمعنى يعني انه واحد يكون كل الناس بتعرفه وبتحبه وهيك، ما بدها مظاهر وما بدها مرافقين وما بدها بهرجه، يعني فيها تكون بسيطه. انه ايه يعني بالنهايه الناس وصلتك لتكون بهالمرتبه. نعم. انا شايفه تصرفات عن جد معيبه، وعم بقولها وبصراحه وما فارق معي صراحه. نعم. وحقيقة أنا حبيت أسألك عن هالموضوع لأني بعرف رأيك، وحابب أنه هالرأي يوصل للناس ولمشاهدينا، أنه الفن والشهرة والنجومية هي لا تكبر ولا مظاهر. أكيد. مادية فارغة ولا قلة ذوق ولا قلة تهذيب مع. نعم. الناس يعني. نعم. أنك تنطر العالم مثلا عندك. نعم. 300 شخص ناطرين باستوديو تنطرهم 6-7 ساعات لحتى يشرفوا ومش معجبهم، لا مش مقبول، عرفت؟ أو مثلا إذا مثلا ما جبت له كرسي على الوقت بغسلك وبمشطك من فوق لتحت، معليش ما كنا بنعرف كيف بلشتوا وين. نعم. كنتوا وين صرتوا. حلو الواحد يضل يعني على الأرض. على الأرض جري على الأرض. إيه أكيد. لأنه بنفس الوقت شفنا نجوم عالميين إجوا على نفس. نعم. البرنامج كيف تصرفوا بطريقة كتير مختلفة، إنه لا يجوز. الحال بوعي الأجيال الجديدة بالسوشيال ميديا اللي فتحت إمكانية التعبير للكل، بتصور لازم يعني شوية تتغير هالذهنيات هيدي. لا أصلاً لازم توصلهم. إيه؟ بس ما المشكلة إنه ما بدهم يسمعوا، بفكر يعني ما بدهم يسمعوا، فكرين حالهم هن الصح.
بيطلع غيرهم، بيطلع غيرهم، بيطلع غيرهم. ايه صحيح، بيكون صح. مثل حضرة جنابك يعني، اللي منقدر ومنحترم كل تجربتك وكل أسلوبك بالتعامل كمان أستاذي عايدة صبرة. رح نتوقف مع استراحة أخيرة ثم نأتي إلى مسخ ختام بيت القصيد لهذه الليلة. البداية ببرنامج حلوانجي يا إسماعيل بصوت أحمد قابوس، أحمد قابوس والفرقة طبعا اللي معه. نعم، وعباس شاهين. نعم، نعم. يعني رمضان كريم، وإن شاء الله كل الأيام تكون كريمة، تكون كريمة. رح نسمع كمان رأي بحضرة جنابك وبتجربتك من الأستاذ الجامعي الدكتور حسن كري. مدام عايدة صديقة عزيزة، فنانة ملتزمة، ملتزمة بفنها، تحمل كتير من الشغف، هو اللي بيخليها تستمر في هذا الالتزام بالمتابعة بأشكال مختلفة من الفنون. أنا برأيي ممثلة عظيمة قديرة جدا. طبعا أنا شفتها بحالات ثلاثة، شفتها ممثلة وشفتها مخرجة وممثلة، وشفتها مخرجة فقط، وشفتها مخرجة وممثلة ومؤلفة. وما يثير الانتباه هو قدرتها على هذا التوليف لولا هذا الشغف اللي عندها، وطبعا غياب فريق الكامل المتكامل اللي ممكن يخلق مسرح بيدفعها انه تعمل هيك. في ناس بتخلق عندها الكاركتر المهضوم والكوميدي والمسرحي والدرامي، فهي عندها بشكل كتير طبيعي هذا الكاركتر، ولما بتوقف على المسرح بتلاقي انه ابتدأت حياتها هونيك وبدأت تعطي كل ما عندها. هذا الشغف بالفن بيدفعها احيانا للاستعجال يعني، والقيام بمشاريع اذا بدك بتحط فيها كل طاقتها ورصيدها بدون ما تكون مجهزة العدة بشكل صحيح. وعلى الصعيد الشخصي صديقة في غاية الاحترام والإلفة لصداقتها مع الناس، وأنا بعتز بهذه الصداقة لأنه كتير بنقضي وقت جميل معا، من القعدة على القهوة للتروض والمشي بشكل مشترك لزيارات العائلية، وهي يعني إنسانة خلوقة بينعكس ذلك بطريقة تربيتها لأولادها اللي هن يعني طالعين ميزين فعلا. الصبيان يعني شباب صاروا، بس الشابين ميزين جدا. ست عايدة، السؤال هو من يحمل هم استمرار المسرح الشعبي اللي تأسس على يد الراحل الكبير شوشو؟ مين الوجوه اللي بتعتقدي وانت منهم بالطبع بيقدروا يكملوا هذه المسيرة في وقتنا الحاضر؟ شكرا للدكتور الصديق حسن كريم. تفضل. اللي مآمن انه يكفي هذه الطريق يعني، ما في غير هيك. لازم يكون عنده إيمان ب صحيح طبعا، يعني شو ما كانت مهنته، ولكن عم بحكي هون لازم يكون طبعا لازم بشكل خاص. ايه طبعا لازم يكون مآمن انه لازم يكفي هيدا الدور. نعم. لازم ايه
رغم كل الظروف السيئة اللي حكينا عنها واللي عم بمر فيه بلدنا وبلادنا بشكل عام العربية، بنشوف ببيروت في حركة مسرحية ناشطة. صحيح. يعني نادر ما يمرق أسبوع ما في افتتاح مسرحية، سواء ستاند أب كوميدي أو مونودراما، جميع أنواع المسرح. شو تفسيرك لظاهرة يعني انتعاش المسرح بالأوقات الصعبة؟ حتى بالحرب على فكرة، ما يعني المسرح اللبناني جزء كبير منه بالحرب. حتى بالحرب كانت الحركة المسرحية ناشطة، وبتصور هيدا الشيء طبيعي، لازم يكون كل الوقت. يمكن هيدا قرار من الناس يحاربوا فيه اللي عم بيصير معهم، يعني نوع من الوجود. نعم. نوع من انه إصرار على الحياة، الإصرار على الحياة، وكمان لتردي شو عم يتقدم لهم على التلفزيون. يعني الناس بدها تنبسط. نعم. هيدا ستريس، والبرامج السياسية وحتى المسلسلات الدرامية صار عم يعمل ردة فعل عكسية تجاه، ولأنه على المسرح الأعمال المسرحية عم تكون نوعيتها فعلا جيدة. عم تقدم لك ممثلين كتير منيح، عم تقدم. نعم. لك مواضيع كتير حلوة ومهمة ومشغولة بإتقان. يعني كل هول العوامل مع بعضها هي اللي عم بتساهم ب، وعم بتصير عدوى كمان. انه اللي ما عم بيلاقي طريق بالدراما عم يجي على المسرح. حضرتك اخرجتي كوميدي نايت للاستاذ ماريو باسيل. نعم. صح. ساعدته بالاخراج. ايه، هلا هو طلب مني استلم كل المهمه، قلت له لا، انا خبرتي بهالنوع من الاعمال ما عندي خبرة. نعم. طيب. مع الاحترام طبعا للأستاذ ماريو، هو يعني موهوب وعنده قدرات يعني ما في شك فيها، بس الشيء اللي بيقدمه ما بيشبه. صحيح. يعني حضرتك وطريقتك بالتفكير ونظرتك للفن. 100%. صح. حبيت اتعلم. نعم. على فكرة بغض النظر يعني نوع المسرح. نعم. بس أنا بحكي على صعيد ماريو كيف بيفكر، لأن عنده كان هاجس أنه كيف ممكن شيء اللي بيقدمه يحطه بإطار مسرح. يعني يصير عنده حكاية بقلب شغله، يطوره. هو حدا كتير مثقف. نعم. عطول بيشوف شو عم بيصير حول العالم، ستاند أب كوميدي أو نوع من الشغل، لحتى كل مرة يجدد بشغله. عشان هيك كان طلب مني، لأنه بيحضر لي مسرحياتي. وقال شو تعلمتي من هالتجربة؟ بتتعلم إيقاع كتير مختلف، أي نوع نكت تنقي، بعدين التغيير اللي شو هالقدرة أنه بده يضل حاضر كل الوقت لكل الأوضاع المستجدة حتى يقطف النكتة ويحطها بشغله. يعني شغله منه ثابت. نعم. عرفت كيف؟ ما في يشتغل على شغل ثابت، عطول عم بيقلب، وهيدي شغلة منه هينة. ذكرتي حضرتك ست عايدة أنه يعني المسرح اللبناني أيام الحرب كان مزدهر، وحضرتك يعني ابنة الحرب اللبنانية. صحيح. أو الحروب اللبنانية. صحيح. شو الأثر اللي تركته الحروب اللبنانية على حضرتك وعلى جيلك حسب اعتقادك؟ كسرت أحلامكم، غيرت حياتكم، شو عملت؟ ايه طبعا، يعني أنه أنا بنت الحرب، يمكن لو ربينا بأوضاع عادية طبيعية يمكن قدرنا نحقق أشياء أكثر. نعم. من اللي حققناه، وبالرغم من ذلك حققنا. أثرت كثير، أنه ايه راح كثير وقت قضيناه بين الملاجئ وبين يعني همومنا، هيك حملتنا قسوة معينة. كبرتنا قبل وقت. ايه خطفتنا احلى ايام عمرنا يعني. نعم. هالكاس المرة اللي شربناها بالحرب، اليوم في عدد كبير من البلاد العربية والشعوب العربية للأسف عم تشربها. صحيح. سوريا، العراق. صحيح. اليمن، ليبيا وأماكن أخرى كثيرة. نعم. كيف كإنسانة عربية كيف عم تتفاعلي مع ما يجري في بلادنا؟ لأنه نحن عشنا الحرب. نعم. لا بعرف شو يعني، ويمكن بعض المحلات عم بتمر بقسوة كتير كبيرة،
عم بتألم طبعا، لأنه بالنهاية أنا بتألم لموت الأبرياء. نعم. عرفت كيف؟ هيدا شيء كتير بيوجع، وما يعني واحد ما بيتمنى إنه بلادنا يصير فيها هيك. قديه هالشيء اللي عم بصير بيحمل يعني كل العاملين مع الرأي العام بما فيهم يعني اللي بيشتغلوا بالفن مثل حضرتك، يمكن هموم أكبر، مسؤوليات أكبر، أن يكون احترامهم لوعي الناس ولتجارب الناس المرة اللي عم بتصير أكبر. يعني بتحاول تعمل قد ما بتقدر، بس نعم. يمكن قدام هال كيف بدي أقول لك هالمحدلة اللي التوحش. جاي هال شو فيك تعمل؟ ما فيك تعمل شيء، انه بتعبر يمكن برأيي او بس. نعم. شغله اكبر منا للاسف، يعني مثل ما كانت الحرب اكبر منا كمان كانت، لانه بالاخر خذ من الحرب اللبنانيه انه حرام اللي مات وحرام اللي هاجر وحرام اللي جرح واللي خرب بيته واللي خطف، ولوين وصلنا بالاخر؟ كل هالشيء لشو؟ كرمال مشي رجعنا لورا. ايه رجعنا لورا للأسف. حضرتك يعني ابتدأتي كراقصة باليه، اشتغلتي بالمسرح الميم الإيماء. نعم. هذا النوع من المسرح بتذكر أنا شفت لك أعمال مع أستاذ فايق حميصي. نعم. إذا مش نعم. غلطان. مسرح الإيماء كأنه ما رسخ حاله ببلادنا مثل ما لازم، لأن بده عمل مستمر حتى. نعم. يترسخ. هلا هو مرسخ، ولكن الأعمال مش على وتيرة دائمة. نعم. هو إيه معك حق، يعني حتى يتطور أو حتى يفوت عليه مثل بالمسرح أفكار جديدة وإلى آخره، لازم يكون في تراكم أعمال، مش مثلا كل كم سنة ليتقدم. ويمكن لأنه كمان الناس اللي بتشتغل بهالمجال كتير قليل، بينعدوا على الأصابع بلبنان. كمان وقت بيكون في تنوع بتقديم هيدا النوع من الفن، كل واحد بيقدمه بالطريقة اللي هو، هيدا كمان بيخلق تفاعل، بيولد منافسة وبيولد أفكار جديدة مثل ما عم بصير بالمسرح. صحيح. يعني إذا ذكرنا المسرح اللبناني بيخطر عبالنا أسماء مثل الراحل الكبير يعقوب الشدراوي، مثل الكبير الآخر الله يعطيه العمر رجاء عساف. نعم. وحضرتك اشتغلتي مع يعني معهم، شو بيخطر ببالك لما نذكر هذه الأسماء؟ شو بيخطر ببالك لما نذكر فايق حميصي، بطرس روحانا، يعني الناس اللي هيك كانت بداياتك برفقتهم؟ بيخطر ببالي إنه هول الناس المهمين الكبار لازم تتوثق أعمالهم، حتى كل جيل بفوت بيدرس مع هالفنون يعرف مين أساتذته. لأنه للأسف نحن وقفتنا على الجامعة ما في، يعني بدنا نعرف عن أستاذ يعقوب ما في مراجع تحكي عنه بالجامعة، ولا دوكيومنتاسيون إذا بدنا نشوف أعماله، وثائق أو شيء. إيه لأنه توفيقي. قدموا أعمال يعني، طب هالتلميذ ما بده يعرف مين في عنده بهالبلد ناس مهمين. للأسف أوقات بتذكر أسامي بيقول لك مين هيدا، هيدا شيء معيب كمان. كأنه بلاد مصابة بمرض فقدان الذاكرة تجاه المبدعين وتجاه يعني الكتاب. إيه الشعراء الفنانين، انه هول المهمين اللي هن عملوا الحركه المسرحيه بلبنان كمان، يعني ايام الستينات اللي اسسوا للمسرح. نعم. بعدين انه وين الحاضرين من التاريخ. نعم. عندنا. عرفت كيف؟ لو صار لك تختاري ممثل او يعني او ممثله تعملي مسرحيه جديده معه، مين بتختاري؟ ممثلي بختار جوليا. جوليا قصار. ليه؟ ليك انا اشتغلت معها عملين. نعم. وكثير التناغم كان حاضر بيناتنا. نعم. لانه كثير قدرنا نفهم على بعض كيف نشتغل. الحلو انه هي قديش هيك حريصه انه بتشتغل بحب وبتعديك كمان، عرفتي؟ نعم. بتعديك كيف بدي اقول لك بشغفها، بشغفها
بتفتش بالتفاصيل، بتنتبه، بتتأنى بالنص. حلو كتير هيدا التفاعل يكون موجود، مش لأنه هي معروفة أو إلى قيمة كتير كبيرة بتشتغل على الأساس، لا بالعكس، مثل كأنه حدا أول مرة عم يجي بيشتغل، بيكتشف، بيبحث، بيطلع إشياء، أفكار، وحضورها اللي هيك في تعب كمان. يعني ممثل، ممثل في بحب اشتغل، اشتغلت مع عصام أبو خالد بفترة، كمان من نفس الطينة بحب اشتغل مع فادي أبي سمرة كمان، يعني ناس بيعطوك. نعم، مؤخرا عادوا عرض مسرحيتهم الرائعة صفحة 7. صحيح، يعني واحدة من المسرحيات المهمة جدا اللي يعني قدموها من كذا سنة، ورجعوا أعادوا عرضها مؤخرا. مين المخرج اللي بتحب تشتغلي معه، أو المخرج اللي بتحسي أنه بعرف حضرتك مخرجي، وبعرف أنه آخر مسرحية قدمتيها كان إخراجك وتأليفك وتمثيلك، ولكن مخرج هو يتولى مسؤولية الإخراج نيابة عنك؟ كتير حبيت شغل مع جواد الأسدي. نعم، مع جواد الأسدي. واشتغلت معه نساء الساكسوفون كمان، كان هاللعب البين بون بيني وبينه كل الوقت. كتير بحب المخرج اللي فيه أخذ وعطى كل الوقت، يعني وقت تقترح اقتراح بيسمع، بياخذ، بيسمع، بيرجع بيرد لك إيه، بترجع أنت بتاخده وبتشتغل عليه، بترجع بترد له إيه. يعني لعبة البينبون هيدي ضرورية جدا لحتى العمل يتطور ويروح على محلات مهمة كتير. أستاذي عايدة أو ست نجاح، شو في بجعبتك، يعني مشاريعك المقبلة شو هي؟ عم بكتب مسرحية هالمرة لرجلين. نعم، مش مونودراما مثل ما لا مش مونودراما عم بكتبها على مهلي. مؤخراً شاركت بفيلم لهادي غندور، صورناه هديك الصيفية بفرنسا، وهلأ رح ينعرض بمهرجان تالن بإستونيا، بعدين رح يشارك بمهرجان دبي، ومهرجانات متعددة على أمل أنه ينزل على لبنان على السنة الجديدة. وعندي ووركشوب مبدئياً بهالقرب كمان، أنا بالووركشوب حريصة أنه لأنه يمكن التفاعل مع الطلاب ومع صحيح الشباب، أو اللي حابب يتعلم يعني يبلش يكتشف حاله مين هو، شو عنده قدرات، يجي يشارك بهالوركشوب. بتمنى لك التوفيق بكل هالمشاريع، وبحملك سلام للأستاذ زكي محفوظ صديقنا. شكرا. وحبيبنا. شكرا. زوجك. شكرا. الكريم. ولا يعقوب وآدم بالتوفيق إن شاء الله دائما. شكرا كتير، شرفتي بيت القصيد. أهلا وسهلا. شكرا لفريق العمل، لمخرج البرنامج علي حيدر، منتجة البرنامج غادة صالح. لمشاهدينا الكرام في كل أنحاء العالم، نلتقيكم الأسبوع المقبل على خير بإذن الله.